طب ندى، احنا خدناكي لتفاصيل البطوله بس كان لازم نبدا بيها. خلينا نعرف الناس اكتر عن ندى. يعني ندى عندك كام سنه؟ بتدرسي؟ بتتمرني قد ايه؟ طموحك في الفتره اللي جايه؟ عايزين نعرف عن ندى اكتر. انا عندي 16 سنه، بدرس سنه في ثانيه ثانوي، داخله ثانيه ثانوي لسه. بدات سباحه من وانا عندي 10 11 سنه، بدأ متاخر برضو، مش نسبيا يعني. نسبيا صحيح. دخلت اول حاجه، دخلت نادي النصر، مرنت فيه ما كملتش فيه سنه، بعد كده روحت منتزه الحلميه. بعد كده حصلت مشكله، الكابتن بتاعي نقل نادي النادي، فانا النادي كان بعيد عليا، مش عارف اروح اداوي معاه، فروحت نادي الغابه، ولحد دلوقتي انا فيه بتمرن مع كابتن احمد رمضان. طبعا ليه فضل كبير عليا ان انا اللي انا فيه دلوقتي. مرن جيم مع كابتن محمد شاهين، معايا دكتور التغذيه دكتور محمد. يعني انت معاكي كرو كامل، مش فكره بس بطله بتتمرن بس في السباحه، لا لازم يبقى في تيم كامل. ده وده الصح. وفي دكتور اشرف برضو ميه من السباحه. بس ولحد دلوقتي ليا طبعا طموح اكبر ان انا اعمل حاجه في بطوله روسيا. عندي بطوله روسيا. انا عايزاك تعلي صوتك شويه. ماشي. عندي بطوله هسافر الجمعه الجايه، بطوله سينيور اللي هم فوق ال 17 سنه. اوكي. صعبه. فارقامي برضو مش بعيده عليهم، يعني انا مصنفه ثالث عالم في ال 1500 ورابع في 800 متر. ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي كله باذن الله. طب عايزين برضو نعرف منك، يعني اشمعنى اخترتي سباحه الزعانف تحديدا؟ ايوه. هو يعني زمان قوي كنت دايما بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الاولمبيات، دورات الاولمبيه. دورات الاولمبيه سباحه عاديه. احنا لسه ما دخلناش اولمبيات. فانا كنت بحب المايه قوي، بس نفس الوقت كنت بخاف. فكنت عايزه اتغلب على الخوف ده. فطبعا دخلت سباحه، بس دخلت سن متاخر، كان لازم ادخل بدري عن كده. فحولوني زعانف لوحدهم، هم حولوني زعانف لوحدهم. حلو، حولوني زعانف. هم دخلوني انت البسي زعانف دلوقتي. اوكي. بس فجت صدفه، يعني كنت داخله سباحه عاديه ودخلت. بس انت بتقولي ان سباحه الزعانف لغايه دلوقتي لسه مش موجوده في الدورات الاولمبيه؟ لسه. في سبب لكده ولا؟ بس مش عارفه، بس هي عشان جديده لسه.